بسم الله الرحمن الرحيم. دائما تصحيح سلسلة تمارين درس دوران جسم صلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت. صنع الأرض 18 من سلسلة متعددة كتقول تنجز الأرض في المعلم المركزي الأرضي دورة واحدة خلال مدة تلك تساوي 86,160 ثانية. إذا مدة دورة واحدة هي تلك تساوي لنا 86,160 ثانية. تقع مدينة الدار البيضاء على خط العرض لندا 33.5 درجة. عين السرعة الخطية لموقع مدينة الدار البيضاء في المعلم المركزي الأرضي. مدينة الدار البيضاء جات هنا كذا. طلبنا السرعة الخطية ديالها. حنا باش نحسبو السرعة الخطية ديالها شنو غنحتاجو؟ عطونا السرعة الزاوية باش كدور الأرض، لأن الدار البيضاء هي نقطة من الأرض. ثاني حاجة عطونا بشحال كتبعد الأرض على محور، بشحال كتبعد مدينة الدار البيضاء على محور الدوران اللي كدور عليه الأرض حول نفسها. بالنسبة عند السرعة الزاوية ما عطاوهاش بطريقة مباشرة، ولكن عطاوها لنا من خلال مدة دورة واحدة. شفتوا بأن هي الدور تي، وشفتوا بأن إذا كان عندنا الدور تي كنقدرو نحطو السرعة الزاوية أوميغا هي دو بي على تي. شفناها في الدرس أوميغا هي دو بي على تي. إذا عندنا السرعة الزاوية نقدرو نحدو عندنا دو بي معروفة القيمة ديالها، والدور عندنا القيمة ديالها. إذا الأوميغا عندنا الآن بقى لنا واش نقدرو نحدو المسافة اللي كتعد بها مدينة الدار البيضاء على محور الدوران. أولا هذا هو محور الدوران، هو هذا هو محور الدوران، سميوه مثلا ذلك. إذا مدينة الدار البيضاء ها هي، إذا شحال بعيدة عليه؟ كندير الإسقاط العمودي باش نعرفوها شحال بعيدة عليه. إذا ها هي، إذا هاد المسافة هادي اللي خصنا نحدو هاد، إذا هنا نقدرو نستعملو بمعنى عندنا مثلث قائم الزاوية، نستعملو العلاقات المثلثية. إذا هنا عندنا الزاوية هادي هي لوندا، إذا هادي غتكون هي هنا، تكون هي بي على جوج ناقص لوندا، وهاد المسافة ما بين الدار البيضاء ومحور الدوران كتمثل الضلع المقابل لهاد الزاوية هادي. إذا نقدرو نكتبو بأن السينوس ديال بي على جوج ناقص لوندا اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الضلع المقابل هاد المسافة اللي نسميها دي على الوتر اللي هو ار، الشعاع ديال الارض. يعني دي غتكون هي ار السينوس ديال بي على جوج ناقص لوندا، والسينوس ديال بي على جوج ناقص لوندا هو الكوسينوس ديال لوندا كما شفتو قبل في العلاقات المثلثية. ولا ايضا تقدروا تنتبهوا الى تستخدموا الكوسينوس، غتقولوا بان مع ان هاد الزاويه هادي راه هي نفس هاد الزاويه هادي، لان عندنا المستقيم المتوازيه كيقطعوا نفس المستقيم. اذا هاد الزاويه هادي هنا هي لوندا، وهاد الضلع دي دال كيمثل المحادي ديال هاد الزاويه هادي. نقدروا نقولوا بان الكوسينوس ديال لوندا هادي كيساوي المحادي اللي هو دال على الوتر اللي هو ار. هنا نلقى بان د كتساوي لنا ار كوسينوس لوندا. احنا اي وحده خدمنا بهم راه غادي تعطينا نفس النتيجه. ننطلقوا اجابه على السؤال. اولا حساب السرعه الخطيه لموقع مدينه الدار البيضاء. اولا حساب السرعة الخطية لموقع مدينة الدار البيضاء في المعلم المركزي الأرضي، في المعلم المركزي الأرضي، بمعنى الأرض في دوران حول محور ثابت، فإن السرعة الخطية ديال النقط ديالها غتكون زيرو تسمى ار اوميغا. ونعلم هذا ماشي ار، لان ار ما كنقصوش بها الشعاع، كنقصو بها بشحال كتبعد داك النقطة على محور الدورة. سميها مثلا دي، نسميها ار سيرو، انا سميتها هنا في التمرين دي، دابا نسميها دي، دي صغيرة شحال بعيد على محور الدوران. إذا دي في أوميغا،
ونعلم أن أوميغا فهي دوت بي على ت، ومن خلال الشكل نجد نأخذ الكوسينس هنا نجد أن كوسينس لندا قلت هذه اللي عندي هنا فوق هي المحادي على الوتر هي دي على ار كاين بين دي كيساوي لنا ار كوسينس لندا اذا الفيرسو الاختيار تصبح هي دي عوضة بالتعبير ديالها هي ار كوسينس لندا ضرب اوميغا لان اوميغا العوضة بالتعبير ديالها هي دو بي على تي اذا التطبيق العددي ذل كتساوي لنا ار شعاع ديال الارض هو 63070 كيلومتر نعطيو هنا على ار تساوي 63370 كيلومتر نرى نحولوها للمتر اذا 3670 بالكيلومتر للمتر كنضرب في 10 اس 3 اذا الكوسينوس ديال لوندا هنا تقول لي واش نحتاج نحولو الراديان هذا نحسبو الكوسينوس الزاوية اذا لا خديتيها بالراديان فاش بغيت تحسب الآلة الحاسبة خاصك تحول ضغط الآلة الحاسبة على الراديان خديتيها بالدوغري هنا هنا وناخدو هذا المقدار بوحدو هذا الكوسينوس ديال 35.5 درجة وفاش نبدا تطبق على هذه خاصك تتابع الآلة الحاسبة واش فيها بالدوغري ولا بالراديان ولا بالمقراضي دو بي على تي هي 86160 ثانية إذا ما احتاجوش تحويل نعطيك قرب النتيجة باش تطبق عليها تلقى بأنها هي 387.4 متر سكون موا زان السؤال الثاني قال يتكون من نواص من كرة نقطية كتلتها أم كتساوي 100 غرام معلقة بخيط طوله L كتساوي 1 متر غير مدود وكتلته مهملة نثبت الطرف الحر من الخيط عند نقطة O بريم بمرود محرك ثم كما يمثل الشكل جانبه لأن التبيانة هي هذه المسحوقة التبيانة هذه نقل التبيانة الجزء الثاني من التمرين نواص هو عبارة عن جسم معلق في خيط بحال خليتي واحد الخيط وربطتها في واحد الخيط كنتي كتلعب بها هكا كيتسمى نواص هذا الدرس في الذكر ان شاء الله في التليفون عندنا هنا نقطة او هذا هو الاتجاه الرأسي هنا وهذا او المسافة ار الزاوية هنا ألفا الطول هنا ال هذا مرود المحرك قال لك أثناء دورة المحرك ب 32 دورة في الدقيقة إذا المحرك كيدور 32 دورة في الدقيقة حول المحور الرأسي أو أو بريم هذه او بريم هذه او يكون الخيط زاوية الفا كتساوي 30 درجة لان الفا كتساوي 30 درجة مع الخط الرأسي اولا احسب اوميغا السرعة الزاوية للكرة نرى الكرة هذه شكون كيدورها
المرور ديال المحرك، المرور ديال المحرك شنو شحال شنو كيدير؟ كيدير 32 دولار في الدقيقة، إذا بغيت نحسبوا السرعة الزاوية ممكن، عارفين عدد الدورات اللي كدار، وعارفين المدة المسترقة، إذا نقدروا نخدموا علاقة أوميغا كتسمى ديلتا تيتا على ديلتا تي، مع ديلتا تيتا هي دو بي في إن. تمام، أولا حساب هذا جوج واحد، حساب السرعة الزاوية للكرة، نعلم أن أوميغا تسمى دلتا تيتا على دلتا تي، ودلتا تيتا قلنا هي دو بي في إن على دلتا تي، إذا دو بي معروفة، إن على الدورات عندي هو 32 دولار، المدة المسترقة هي دقيقة يعني 60 ثانية، الراتيلا هي 3.14 غاديو سكوند موان زان. ماشي 30 عندي هنا 32، إذا ما تجيني هنا 3.35 هذا الدوران هو 32 ماشي 30، جوج جوج قالوا احسب في السرعة الخطية للكرة، حساب السرعة الخطية للكرة، هذا الأمر الآن بسيط، عندنا السرعة الزاوية بغينا نحسب السرعة الخطية، أمر بسيط، شنو راح نحتاجو؟ راح نحتاجو فقط نحدو المسافة اللي بعيدة بها الجسم، ولا النقطة اللي بغينا نحدو لها السرعة الخطية على محور الدوران، إذا حنا بغينا نحدو لهذا الجسم هذا، لهذ النقطة إم، هذي. باش خصنا نحدو المسافة اللي بعيدة بها محور الدوران، محور الدوران هو هذا، إذا هي هاد أ، إذا هنا كنحسب واش عطاونا مباشرة، واش كاين شي علاقة المثلث يقدرو نخدمو بها، إذا عندنا هاد المثلث هذا قائم الزاوية هنا، نقدرو نخدمو بالسي هذا شنو كيمثل، عندنا الزاوية ألفا معروفة، وهذا كيمثل المقابل ديالها، إذا غندوزو بالسينيس، نكتبو هذا، نعلمو أن ذلك كتساوي لنا أ في أوميغا. إذا هنا أحسن الرمز، إذا المسافة اللي بعيدة بها هذيك النقطة اللي راح نحدد لها السرعة على محور الدوران، نرمزو لها باش بأ مينوسكيل، ومن خلال الشكل لدينا، لاحظت هنا غنخدم بالسينيس ديال ألفا، فالسينيس ألفا كيساوي لنا المقابل اللي هو أر صغيرة على الوتر اللي هو الطول ديال الخيط أن، إذا كان بأن هاد أن طلع من هنا، غتجينا أن في سينوس ألفا كتساوي أر، يعني أر كتساوي أن سينوس ألفا، ومنه إذا نعوضوا في العلاقة في شنو غتصبح؟ أر هي هذه، إذا أل سينوس ألفا في أوميغا، إذا أل عندنا في المعطيات، الطول ديال الخيط هو 1 متر، سينوس ألفا، إذا ألفا هي 30 درجة، وقلت هنا في السينوس ونحسبو السينوس ديال شي زاوية، هذه راه معندهاش علاقة بحركة الضرب ديال الدوران. معندهاش علاقة بسرعة الزاوية ولا الأفص الزاوية واش نهدرو ولا ناخدوها بالراديان، هذه غير هنا فاش بغيت نتابع في الآلة الحاسبة، إذا خديتيها بالدرجة فاش بغيت نتفرق عليها نتابع الفوق واش مكتوب بحرف الدي ولا أ ولا جي، باش نعرف واش الآلة الحاسبة مضغوطة على الدوغري ولا الغراديان ولا الراديان، إذا هنا إذا خديتها أنا بهاديك في التطبيق العادي فاش بغيت نخدم الآلة الحاسبة خصني نضغط الآلة الحاسبة على الدرجة، في أوميغا السرعة الزاوية هي 3.35. إذا هكا نديرو التطبيق العددي، غنلقاو هي 1.68 تقريبا، 1.68 متر سكوند موان زان. نبقى سؤال أخير، قالك احسب الطاقة الحركية للكرة خلال حركتين، مازال ما قريتوهاش، هذا موضوع الدرس الثالث.